السلام عليكم واهلا بكم يا جماعة. في الفيديو ده عايزين نشوف الغرزة دي، هي غرزة اهي، شايفين معايا شكلها معينات كده، وفستها برضو زي وردة كده بالاجور فراغات، وهي معينات برضو حواليها اجور برضو. البطرون بتاعها موجود اهو يا جماعة، هنشوفه مع بعض اوضح لكم ونشتغل مع بعض سطر بسطر. الغرزة دي برضو صديقة من صديقات القناة يا جماعة، طلبتها مني من فترة، انا بتأسف لها ان اتأخرت يعني في شغلها، لكن اهو جه الوقت وهنعملها مع بعض خطوة بخطوة. ايه رأيكم؟ هي شكلها حلو قوي، هحاول في الفيديو ده اعملها بخيط على فتلتين. هي المفروض على فتلة رفيعة طبعا، قط تعمل بلوزة للصيف ولا حاجة تبقى رقيقة وجميلة، فمش عارفة هجرب اعملها على فتلتين ونشوف مع بعض سطر بسطر بتتعمل ازاي الغرزة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، هوضح لكم البطرون الاول يا جماعه. البطرون بتاعها اهو، اللي عايز برضو يفهم البطرون، هو معلم البطرون كده موجود هنا، معلم على الجزء ده في سهم كده وفي رقم 10، دول 10 غرز، هما دول اللي بيتكرروا يا جماعه. لو عندنا غرز كتير يعني مضاعفات ال10، الغرزه دي بتعمل مضاعفات ال10، وفي اول السطر في 6 غرز وفي اخر السطر في 7 غرز، يعني احنا عندنا غرز كتير لازم عدد نقسمه مضاعفات ال10 ونضيف 6 و7، 6 و7 13 غرزة، 6 في الاول في بداية السطر و6 في نهاية السطر بس، وال10 دول هما اللي هيتكرروا. انا البطرونات دي يا جماعة ونفس نوع البطرون ده شرحته برضو في فيديو قبل كده، حتى عملت تكرارات، يعني مثلا تبدأوا ب6 غرز وتكرروا بقى، شوفوا الغرز عندكم عددها قد ايه، تكرروا ال10 دول تقعدوا تكرروهم كذا مرة وتضيفوا ال7 كمان في الاخر في نهاية السطر خالص. انا هعمل البطرون بس مش هعمل تكرارات ال10 دي كتير عشان يبقى وقت الفيديو قليل، هعمل برضو 6 وال10 في النص و7. انتوا عندكم غرز كتير تقعدوا تكرروا ال10 بقى، تحطوا علامات تعملوا ال10، تبدأوا بال6 وبعدين تعملوا ال10 وتكرروها كذا مرة على حسب الغرز اللي عندكم، وبعدين تنهوا السطر بال7 الاخرين بس، فاهمين؟ تمشوا على البطرون ده، عايز تركيز، وانواع الغرز المعقده دي شويه عايزه تمشي على البطرون. لو مشيت على البطرون وفهمتيه هتطلع الغرزه في منتهى الجمال. هي بس عايز تركيز بس في الاول، بعد كده بتاخدي على شكل الغرزه وبتعرفي ايه فيه غلط ولا مفيش غلط ولا حاجه. نبدا مع بعض سطر بسطر. بصوا هنا البطرون، اقول لكم بس العلامات، هي سهله برضو طبعا. المربعات الفاضيه زي ما قلت قبل كده دي اهي، بس السطر الاول مربع فاضي، يعني غرزة عدلة، مثلث كده مايل للشمال 2 عدل معا من الخلف، لفة خيط اللي هي الدايرة، ودي مربعات يعني غرز عدلة. دول اول 6 غرز ما بيتكرروش، وبعدين ال10 غرز اللي بيتكرروا حسب الغرز اللي عندنا، لو كتير ال10 لفة 2 مع بعض من الخلف، غرزتين مربعين فاضيين، لفة السهم المايل ده يعني 3 غرز هنخليهم غرزة واحدة، بتعملوا ان احنا بنسلك اول غرزه وتاني غرزه ونشتغل التالتة ونقلب الاثنين اللي سلكناهم عليها، هنشوفها مع بعض برضو اللي هو السهم ده. بعد كده دايره لفه خيط مربعات فاضيه يعني غرز عدله، السبعه الاخرانيين اللي بينتهوا في اخر السطر لفه 2 مع بعض من الخلف، غرزتين عدلين لفه 2 مع بعض برضو من الخلف. لو المثلث زي هنا مثلا في السطر اللي بعد كده التالت مايل لليمين، يبقى 2 عدل مع بس من الامام يعني مش بالخلف، بس مفيش العلامات في البطرون ده، مفيش، كلها حاجات عادية. هي المثلثات مثلث مايل يمين مثلث مايل شمال، مثلثات مايل يمين وشمال يعني 2 عدل معا، مرة من الخلف ومرة من الأمام، لو مايل الشمال من الخلف، لو مايل اليمين يبقى من الأمام. والمثلث ده يعني 3 غرز هنخليهم غرزة واحدة، مفيش غير كده يا جماعة، غرز عدلة. والبطرون ده في هو رقم 1، هو هنا حتى عامل الأعداد الزوجية 2 و4 وكذا، عاملها مربعات فاضية، يعني هشتغلها بالغرزة المقلوبة، خدوا بالكم غرز الخلف كلها مقلوبة، الغرز قصد الأسطر، الأسطر الزوجية كلها بالغرزة المقلوبة، والأسطر الفردية هي اللي فيها العلامات دي. والغرزة بتتعمل على كام سطر؟ على 19 سطر أو 20، السطر 20 مقلوب من الخلف، تعمل من 1 ل20. هنبدأ مع بعض خطوة بخطوة.
يلا نبدأ واحدة واحدة. بدأت عدد من الغرز اللي هما الستة وعشرة وسبعة، يبقى المجموع كله كام؟ 23 غرزة. وهبدأ السطر الأول، وعملت سطر الغرزة المقلوبة كده، وهبدأ وش الشغل أعمل السطر الأول غرزة عدلة. أنا عاملة هنا فتلتين يا جماعة، قلت أعمل أشتغل على فتلتين كده، معلش عشان تبقى واضحة أحسن. وبعدين 2 معا من الخلف، أسلت دي وأسلت دي، وأرجع أخدهم على الإبرة الشمال كده، وأشد يبقى 2 معا من الخلف اللي هي المثلث اللي مايل شمال، وبعدين لفة خيط، وبعدين 3 غرز عدلين، يعني 3 مربعات فاضية، 3 غرز عدلين، 1 2 3، 3 غرز عدلة. بعدين هدخل في العشرة اللي هو لو عندي غرز كتير اقعد اكررهم كتير. لفة خيط 2 معا من الخلف اللي هو المثلث اللي مايل شمال، نقصف على الخط ده اللي هو العلامة دي مثلث، وبعدين مربعين فاضيين يعني 2 عدلين. لفة خيط اللي هي الدايرة، السهم هو يا جماعة اللي هو التلاتة، هحولهم التلاتة دول هحولهم لاتنين، هحولهم لغرزة واحدة بس، اقصد تنقيص غرزتين. ادي سلت شغل قلب الاتنين اللي اتسلتوا على اللي اشتغلته بالطريقة دي، وصلت الاولى وصلت التانية على التالتة اللي اشتغلتها، عندي تنقيص. بصوا هو ده معنى السهم ده. بعد كده لفت خيط تاني اللي هي الدايرة، وبعد 3 غرز عدلين، 1 2 3. بعد كده ادخل على السبعة الاخرانيين اللي هي لفة خيط 2 معا يمين شمال، يعني اخدهم من الخلف بالطريقة دي، بعدين 2 عدلين لو مربع فاضي ومربع فاضي، لفة خيط اللي هي الدايرة 2 مع بعض شمال تاني، اخر غرزة عدلة اللي هي مربع فاضي. اشتغلت السطر الاول، السطر الثاني في البطرون اهو هو عامله مربعات فاضية، ارجع بالغرزة المقلوبة، اشتغل السطر الثاني بالغرزة المقلوبة، كل الغرز مقلوبين، الاسطر الزوجية هتبقى كلها كده يا جماعة، الغرزة المقلوبة هي هتبقى في ظهر الشغل، الاسطر الفردية في وش الشغل، وهي اللي فيها البطرون اللي هنمشي عليه. هخلص بقى السطر التاني كله بالغرزة المقلوبة وارجع لكم اشتغل السطر التالت. خلصت التاني بظهر الشغل مقلوب، وجينا عشان نشتغل التالت. يا رب تكونوا شايفين انا زقت التاب كده، البطرون اهو اهو، السطر التالت مربع فاضي دايرة يعني لفة 2 مع شمال، مربع فاضي يعني غرزة عدة 2 مع اليمين لفة، ندخل على العشرة، هنمشي خطوة بخطوة. خدوا بالكم بقى هعمل ايه، وصلنا البتاع البطرون اهو، ادي اول غرزة في السطر عدلة لفة يعني اللي هي الدايرة 2 معا من الخلف، اهو الطريقة دي، اتنين معا من الخلف. المشكلة بس التاب بيطفي كل شوية بقى، مش عارفة انتوا رأيكم خلت البطرون قصادي معاكم ولا لأ. انا هشتغل مش لازم التاب يكون قصادكم في الشاشة عشان الغرز تبان، خليه بعيد شوية لانه حاسة ان هو هيعمل زغللة، فانا هشتغل واوريكم، وانا هبقى انزل برضو البطرون،
انا اشتغلت ده السطر الثالث، عملت غرزة عدلة ولفة، انتوا عرفتوا خلاص العلامات، واتنين عدل اللي هو المثلث مايل الشمال. البطرون بيقول غرزة عدلة، بعد كده غرزة عدلة، وبعد الغرزة العدلة اتنين مع يمين، هو مثلث مايل يمين، اتنين مع بعض عدل، هاخدهم كده، فالغرزة هتبان لي مايلة يمين. بعد كده في لفة، دول الست غرز الأولانيين. أدخل على 10 غرز، أولهم غرزة عدلة، بعد كده دايرة اللي هي لفة معا من الخلف، بعد 2 معا من الخلف، 2 عدلين ولفة، 2 عدلين لفة، 2 معا تاني من الخلف، واحدة عدلة، 2 معا عدل، لفة. كده ال10 خلصوا، بقالي 7 الاخرين، 2 4 6 7. السبعة فيهم اول واحدة عدلة، بعدين لفة خيط، 2 معا من الخلف، اللي هو المثلث اللي مايل شمال. خلاص حفظتوا العلامات، 2 عدل دايرة اللي هي لفة خيط، 2 معا برضو مايلين شمال، خدهم كده. ده السطر الثالث يا جماعة، لسه ما بنتش الغرزة معايا اهي. هشتغل الرابع من ظهر الشغل كله مقلوب، ونرجع نعمل الخامس. نبدأ بقى السطر الخامس يا جماعة. السطر الخامس بيقول البطرون، هبدأه الغرز اللي هما بيتكرروش، الستة أولهم 3 غرز عدلين، 1 2 3، الطريقة دي. نكمل الخامس يا جماعة بعد التالت، بعد ال3 غرز اللي في الأول عدلين، في 2 معا يمين، المثلث مايل يمين، يبقى 2 معا يمين، ياخدهم من الأمام كده. طيب بعد كده في دايرة اللي هي لفة خيط، بعد كده في واحدة عدلة. كده الستة الأولين خلصوا، ندخل على 10 اللي هما بيتكرروا وعندنا غرز كتير. بعمل 2 عدلين، طيب بعد ال2 العدلين في لفة خيط، وفي 2 عدل من ال2 غرزتين عدلين من الخلف اهو، و3 عدلين بعد كده، 1 2 3. بعد كده في 2 عدل معا من الأمام اهو، ليه المثلث من اليمين، لفة خيط، وواحدة عدلة. كده ال10 اللي في النص المفروض يتكرر لو عندنا غرز كتير، بقى لي 7 الأخرانيين، بتأكد برضو اهم 7، أولهم 2 عدلين، 1 2، بعدين لفة خيط، 2 معا برضو من الخلف اهو، بعدين 3 عدلين، 1 2 3. كده السطر خلص الخامس، بنشتغل السادس ونبدأ السابع مع بعض. الغرز بدأت تبان اهي يا جماعة، شايفين المثلثات او المعينات هتبتدي تبان، ودي 3 أشرات فوق بعض كده زي الوردة في النص اهي، بدأت تبان معانا وتوضح. نشتغل السادس ونشوف السابع بعد كده. هنبدأ بقى السطر السابع يا جماعة. السطر السابع أوله 2 عدلين، احنا في الجزء أول 6 اللي بيكرروش، فيهم 2 عدلين، 2 معا يمين، 2 معا من الأمام، لفة خيط، 2 عدلين، 1 2 2 عدل. بعد كده ندخل على 10 اللي بيتكرروا، أولهم 3 عدلين، 3 مربعات فاضية،
ادي 2 وادي 3، وفي لفة خيط في 2 مع من الخلف. شايفين كده؟ انتوا فاهمين معنى ترجمة الرموز اللي بقولها. يجمع من الخلف غرزة عدلة، يجمع من الأمام يعني مثلث من اليمين، دايرة لفة خيط يعني 2 عدل، 1 2. كده 10 خلصوا. لو في غرز كتير بتقعد تكرروا 10، وبننهي السطر بالسبعة. السبعة دول فيهم 3 عدين، أول 3 بنشتغلهم عدل، 1 2 3. بعد كده عندنا دايرة يعني لفة خيط، نلمع من الخلف اتنين عدلين. كده السطر السابع اشتغلته معاكو، ده شكل الشغل كده دلوقتي. الغرزة بدأت تظهر معانا. نشتغل الثامن ونيجي نشتغل التاسع مع بعض. الثامن طبعا كل الأسطر الزوجية من الخلف بالغرزة المقلوبة. اشتغلت الثامن قلت لكم عشان نعمل التاسع، لو شايفين انا حطاه في الاخر اهو. السطر التاسع هبدأ بغرزة عدلة اللي هي مربع، 2 معا برضو من الخلف تاني، مثلث المايل شمال. شايفين معايا السطر التاسع يا جماعة؟ حطاه هيك بس متفصلش اهو. لفة خيط اللي هي الدايرة، بعدين 3 عدلين، 1 2 3. ندخل على 10، أولهم لفة اللي هي الدايرة، 2 برضو مع من الخلف اللي هو المثلث الشمال، بعدين مربعين فاضيين يعني 2 عدلين، دايرة تنقيس ثلاثي اللي هو 2 سلك. التالتة اشتغلها وأقلب الأولى المسلوطة وأقلب التانية كمان. ده اللي هو السهم، ده علامة السهم تتعمل كده. معلش برضو البتاع فصل برضو. نجيبه تاني في السطر التاسع اهو، وعملت السهم اللي في النص اللي هو تنقيس 3 هيبقوا في واحدة اهو السهم. بعد كده في دايرة، بعدين 3 عدلين، 1 2 3. كده 10 خلصوا. لو هنكرر نكرر، ورحت بالسطر السبعة غرز اللي هو لفة، 2 معهم برضو من الخلف، اتنين عدلين، لفة خيط، لفة خيط، اتنين معاهم تاني من الخلف، واحدة عدلة. ده السطر التاسع يا جماعة. هشتغل العاشر مقلوب من ظهر الشغل، نيجي نكمل الحداشر. هنشتغل بقى السطر الحداشر. سطر الحداشر غرزة عدلة، أول حاجة غرزة عدلة، لفة خيط، اتنين معاهم برضو من الخلف، غرزتين عدلين، 1 2. لفة خيط. كده الستة خلصوا. ادخل على بداية العشرة، تنقيس ثلاثي اللي هو السهم، سلت شغل. قلب الأولى مسلوطة وقلب التانية المسلوطة على اللي اشتغلناها، يبقى بالطريقة دي. لفة خيط 3 عدلين، 1 2 3. لفة خيط، نلمع من الخلف تاني، الطريقة دي 2 عدلين، لفة خيط. ادخل على السبعة، بدايتهم برضو تنقيس 3 لواحدة، سلت شغل،
قلب الأولى وقلب التانية، وبعدين لفة خيط وتلاتة عالين ولفة خيط واتنين من الخلف، اتنين معا من الخلف كده. ال11 خلص والشغل بدأ يظهر اكتر واكتر اهو. هنبتدي نعمل ال12 من ظهر الشغل ونيجي عشان نشتغل ال13. هنشتغل بقى سطر ال13 يا جماعة، يا رب يكون واضح ليكم هناك اهو، اللي هو ده تحت. بادئ باتنين عدلين، اتنين عدلين، غرزتين عدلين، لفة خيط، اتنين معا من الخلف، اتنين عدلين تاني كده. الستة خلصوا، ندخل على 10، فيهم لفة خيط، اتنين معا من الخلف، اتنين معا من الخلف، غرزة عدلة اهي، اتنين معا يمين، دايرة لفة يعني، غرزة عدلة، دايرة تاني يعني لفة، اتنين معا من الخلف تاني، اتنين عدلين كده. ال10 خلصوا، ندخل على 7 اللي في اخر السطر، لفة خيط، اتنين معا من الخلف، غرزة عدلة، اتنين معا يمين، لفة خيط، اتنين عدلين، واحد اتنين كده. السطر اهو ال13 قصادكم، اشتغلناه مع بعض. هنخلص ال14 مقلوب، نيجي لل15. نبقى مع بعض ال15 بقى يا جماعة. اهو قصادنا البطروم، لو شايفينه اللي تحت ده 15، ثلاث غرز عالين، لفة خيط، اتنين مع بعض من الخلف، واحدة عدلة كده. الستة خلصوا، ندخل على 10، أولهم في اتنين عدلين، اتنين مع يمين ميلين يمين، اتنين مع عدل من الأمام، لفة خيط، ثلاث غرز عدلة، اتنين تلاتة، لفة خيط، اتنين معا برضو من الخلف، اللي هو مثلث مايل شمال كده. حفظت كل الرموز، واحدة عدلة، واحدة عدلة، واحدة عدلة. وصلنا لل10 كده، خلصوا. هندخل على 7 الأخرانيين. ال7 الأخرانيين أولهم اتنين عدلين، اتنين معا يمين، يعني اتنين عدل معا من الأمام، خدهم تاني، لفة خيط، تلاتة عدلين، خلصت كده ال15. هشتغل ال16 مقلوب، نيجي نعمل ال17. اشتغل ال17 اهو قصادنا تحت اهو، 4 غرز عالين، نبتدي 4 غرز عالين، دول الستة اللي في الأول اللي ما بيتكرروش، فيهم 4 غرز عالين، وبعدين لفة خيط، اتنين معا برضو من الخلف، كده الستة خلصوا. ادخل على 10، ادي غرزة عدلة، اتنين معا من الامام، لفة خيط،
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة غرز عملين، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، لفة خيط واتنين مع من الخلف، اتنين مع من الخلف، بعدين كده احنا عملنا كام ورزة؟ اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر، اتنين اربعة ستة، اتنين اربعة ستة تمانية عشرة، كده خلصنا العشرة. هنشتغل واحد عدلة، اتنين معا من الخلف، لفة خيط وأربعة عدلين الأخرانيين، واحد اتنين تلاتة أربعة. هشتغل بعد كده اس 18، ويبقى نيجي عشان نعمل آخر سطر 19 والعشرين. هشتغل ال 18 من الظهر، هنشتغل 19 آخر سطر من وش الشغل. شايفين الشغل يا جماعة؟ فاضل ال 19، هشتغل غرزة واحدة عدلة مع لفة خيط، اتنين معهم برضو من الخلف، اتنين عدلين، لفة خيط. كده الستة خلصوا، ندخل على العشرة. ناقص تلاتة، يعني تلاتة خليهم واحدة، سلت اتنين، اشتغل التالتة واقلب الأولى واقلب التانية كمان، تبقى عندنا غرزة واحدة. ده رمز السهم، لفة خيط، تلاتة عدلين، واحد اتنين تلاتة، لفة خيط، اتنين مع من الخلف، لفة خيط، اتنين مع من الخلف، اتنين عدلين، لفة خيط، تنقيس برضو ثلاثي اللي هما التلاتة دول هخليهم واحدة، هسلت دي هسلت دي واشتغل التالتة واقلب الاتنين اللي اتسلتوا عليها، يبقى كده تلاتة اصبحوا واحد. ده نهاية المعين من فوق. بعد كده لفة خيط وتلات غرز عدلين، البطلون قصادنا اهو، يا رب تكونوا شايفينه، ثلاث غرز عدلين، لفة خيط، اتنين معا من الخلف. كده اخر حاجة في السطر ال19، وده اخر سطر، ناقص بس السطر ال20 من ظهر الشغل، تبقى الغرزة كده خلصت للنهاية. انا هشتغل السطر هي يا جماعة سطر ال20 في ظهر الشغل، وارجع اشوف النهاية. خلصت السطر ال20 يا جماعة، وده كده الغرزة خلصت للنهاية. هي طويلة شوية لكن تمشي مع البطرون أهم حاجة. وأنا فهمتكم خلاص رموز البطرون، معلش في حاجة صعبة عليكم. هاي يا جماعة تكرروها وتعملوا من 1 ل20 تاني، اهي شايفين معينات في قلبها ايه، اهي الطريقة دي. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، واشتركوا لو ما اشتركتوش، وتدوسوا على الجرس كمان. مع السلامة، اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة.